والله معاناتنا انت تشوف صور وشوف هاي النفايات كلها بالشوارع، فحفر بعد ما دامينها قسم كثير منها ما دامينها، مي قسم مناطق وصلها ومناطق ما وصلها، فرع وصلوا فرع ما وصلوا، وكل الفرع اللي وصلوا بالاسبوع يجي مره واحده، كل 10 ايام يجي مره واحده، كهرباء خلاص ماكو. ايه على اشتراك ما شارع. جاز وصلكم جاز؟ جاز ما وصلنا. شو تطالبون؟ شلون طالب؟ عمي بملينا واحنا نطالب، هاي شوارع مكسره، لحد الان ما دامينها، نفايات بالشوارع. البلدية نطالب البلدية تمطر الدنيا، هاي شوارع تمشي سيارات تمشي بيها بشر ما يمشي. معاناتنا والله طوى حق الشوارع هذا، السيارات ما قاعد تمشي، فرد نوب وديان انقار، هسه هاي من تمطر الدنيا السيارات ما عاد تطلع، السيارات ما عاد تطلع نهائيا، كلها وديان. السيارة هسه على مجرد هسه مشت من تمطر الدنيا ما عاد تمشي، ضحك هذه المزابيل هذا نداعي بهذا. كهرب ما جاي يجينا، كهرب ما جانا لحد الان، ما طبنا كهرب وما طبتنا اي بلديه، وهذا الشوارع هاي شوف عند عينك. المي وصلكم؟ المي قسم وصلها وقسم ما وصلها، والمنطقه اللي وصلها فاضت. يعني البيت اللي وصلوا الماء الفرع اللي وصلوا فاض، فردنا مكسر البواري جميعا. شو تطالبون؟ نطالب الحكومه تجي تشوف لنا الكهرباء وتشوف لنا الشوارع البلديه. كهرباء ماكو. الشوارع كلها الطرق مكسره. تافه البرينه كلها تاذت هذه المنطقه بشكل كبير يعني. فاحنا ناشد الحكومه المحليه، الحكومه المركزيه ينظرون علينا بعين العطف، لا ماء لا كهرباء، طرق هذه مكسره، معاناه كبيره يعني، وما يخفى على مسؤول وما يخفى على الحكومه المحليه. فالناشد اللي يهمه الامر، الناشد البلديه، الناشد الحكومه المحليه،